إذا لطالما ظلت الساحة العراقية ملعبا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، وخصوصا تلك المتعلقة بالصراع الممتد بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الأمور تبدلت ولو قليلا مع استمرار الحرب في قطاع غزة ونطاقها الأوسع إن صح التعبير، إذ يمكن القول إن العراق تراجع عن شعار وحدة الساحات الإيراني، موقف تناوله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام عندما نأى ببغداد عن كل أنواع التصعيد العسكري في المنطقة. وبحسب معطيات موقع أساس، لعب المكون الكردي دورا في هذا التوجه، حيث نقل الزعيم الكردي مسعود بارزاني من الأمريكيين تنبيها صارما بالابتعاد عن المواجهة العسكرية. ثمة معلومات بأن القيادة التركية مررت النصيحة نفسها إلى المسؤولين العراقيين، وهو ما يتجلى أيضا في تراجع الفصائل العراقية الموالية لإيران عن مطلب انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. يمكن فهم ذلك من عدة نقاط أساسية، وأولها أن إيران لا تريد أن تجر نفسها إلى حرب شاملة تريدها إسرائيل بشدة، ولهذا تسعى لفصل جبهة العراق عن لبنان كما يرى مراقبون. أمر أكد عليه زعيم حزب الله حسن نصر الله حين استثنى العراق وسوريا من الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران والقيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر، بل وحصر مهمة الرد لدى إيران والحزب والحوثيين. فضلا عن ذلك كله، فإن المحافظات العراقية تعتبر إلى حد كبير متنفسا للاقتصاد الإيراني المأزوم إثر العقوبات الأمريكية الكثيرة، وعليه منحت واشنطن بغداد إعفاءات من بعض العقوبات في تعاملها مع طهران.